Ben genetik zora dalırsam طبعا في الأول كان قافل، حتى لما كان كبير بالشكل ده كان قافل كده، يعني كان قافل بالشكل دوت، وحتى هو كبير حطيته في النور فجأة لقيته فتح يعني، فديت يعني حطيته في النور فديت تفتح، ما هي ديت كانت أصغر منها ومكانتش بتفتح يعني، فده دليل إن هي كانت ساعات عندي بتقفل بالليل تفتح بالنهار، بعد كده بطلت، بعد كده بقت فاتحة دايما، بس ديت فاتحة دايما هي كمان. أكبر واحدة الوسطانية صغيرة، زرع كتير بس استثنيته. طبعا انت هتلاحظ الجذور بتطلع أكتر من الورق، فالورق انت أول ما تشيله هتحس هتلاقيه إن الورق جوه البتاع. والأحسن إنك تسيبها هي تخلع القشرة بنفسها، لقيت خلاص هتخلعها، لسه هتبدأ تخلعها، بس لقيت كده يعني ورق كده طالع وفي حتة صغيرة، أنت ممكن تشيلها يعني. فالمهم أنا شلتها وخليت الورق، أنتوا شايفين ما شاء الله كبر. فضلنا عنها بقاله كتير متزقاش، عشان كده بدأ يموت، فاحنا لازم نزقيه. فاحنا نجيب رشاش المياه اللي هو ده، نبدأ نرش طبعا دبدب شوية، دلوقتي نبدأ نحط ده في البلكونة. طبعا احنا حطيناه في البلكونة، والله العظيم يا جماعة خايف عليه من العصفور بتاعت الشارع، ربنا يستر، ربنا يستر يا جماعة. يعني هذا كان فيديو بسيط، لو عجبكم اعملوا لايك وشير، مع السلامة.